النهارده هنتفرج على شوف الخريطه الحراريه بتاعت محمد عبد المنعم النهارده عشان اقول لك الدور الكبير قوي اللي عمله، غير ان هو مدافع قوي وغير انه كان بياخد الكرات الثنائيه. يلا دي الخريطه الحراريه بتاعت سنتر باك النادي الاهلي محمد عبد سنتر باك، ما بكلمكش على لعيب متمركز في الثلث الاخير، انا هنا بكلمك على لعيب واصل لاخر الثلث الثاني من الملعب داخل جوه ملعب فرقه سياتل. عمل ايه بقى محمد عبد المنعم بيبقى متواجد هنا؟ رقم واحد هات لي بقى الحالات، هات ابتدي لي الحالات كده واحده واحده. ودي ارقام محمد عبد المنعم، طبعا بنتكلم على انه دقه التمريرات 92%، انه اللونج بولز دقه تمريرات الكرات الطوليه 3 من 5، بنتكلم على انه الايريالز او الالتحامات الهوائيه اللي عملها طوال المباراه حتى في الكرات الثابته اللي كانت سياتل بنتكلم في 5 من 8. الراجل كتف كل اللعيبه اللي بتيجي في 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 الثلث الاخير من النادي الاهلي. نروح بقى للحالات واقول لك الدور الاضافي اللي الناس ما خدتش بالها منه، دايما بتكلم على المدافع الادوار الدفاعيه اللي بيعملها. بص واحده واحده، بص محمد عبد المنعم فين وكمل، هات الفريم اللي بعده. الفريم اللي بعده محمد عبد المنعم تاني طالع فوق تالت، عشان الناس بتتكلم احيانا على الخريطه الحراريه ان هي جت بالصدفه، لا انا جبتها الخريطه الحراريه عشان اقول لك انه عملها طوال المباراه. محمد عبد المنعم هنا خلى اللعيب اللي فوق في اخر الصوره ده يفضل متعلق، علي معلول واحد من المفاتيح المهمه للنادي الاهلي، عمره ما كان هيطلع الا لو محمد عامل مشاغل الملعب بالطول كده التلت الايسر من الملعب، قادر انه يشغله ويامنه، قادر انه يطلع ويعمل الزياده. الباس طالع هنا في الهجمه دي كان من محمد عبد المنعم. هات لي الحاله اللي بعديها وشوف محمد عبد المنعم واقف فين. محمد عبد المنعم فضل يطلع لحد ما واقف على دايره السنتر يا كريم، كان بيعمل عمليه التغطيه واللي ثابت ورا هو محمود متولي علشان محمد عبد المنعم بيقدر يعمل الكفرج ورا علي معلول، عشان لو الكره اتقطعت هنا من الزحمه اللي موجوده في الملعب دي محمد عبد المنعم هو اقرب لعيب هيروح يعمل الكفرج ورا علي معلول. دي ده الدور اللي اداهوله كولر والناس ما خدتش بالها منه، ازاي كان بيامن علي معلول، ازاي كان قادر يعمل واجباته الدفاعيه بشكل جيد، ازاي كان بيطلع الكره، وهو مثال حي للتدرج الخططي لاي دفاع منطقه بيلعب مع منتخب مصر في 4-3-3 مع كارلوس كيروش. الدفاع المنطقه اللي بيعمله مارسيل كولر في الفتره الحاليه، عشان كده محمد عبد المنعم هو اهم ورقه في التدرج بالكوره من الخط الخلفي بالنسبه لمارسيل كولر، رغم ان متولي لعيب مهاري ولعيب مهم جدا وهنتكلم عليه في عجاله في نهايه السيجمنت بتاعت محمد عبد المنعم. كمل، بص لاعب واقف عينه على الكوره منتظر، بص علي معلول وهو الكوره لما اتقطعت هنا لسه هيرجع، ابتدى يرحل محمد عبد المنعم انه يروح ناحيه الشمال عشان لو علي ما لحقش يرجع وده الطبيعي يرحل وراه محمد عبد المنعم. كمل الفريم اللي بعده، اللي بعده بص بص يا كريم، راح نقل من نص الملعب بقى بيحدف ناحيه الشمال عشان يقلل الجاب اللي بينه وبين علي معلول. اللي بعده اللي بعده تاني، الراجل شغال ديفندر في وسط الملعب هو والدور اللي كان، بص بقى المسافه قربت وصلت لحد فين ما بينه وبين علي معلول يا كريم، عشان هو قرب لعلي عشان يقفل المساحه دي مع علي معلول. كمل تاني، فضل محمد عبد المنعم قاعد مراقب الكوره. محمد عبد المنعم بلا شك افضل مدافع في الكره المصريه، مش بس راي فني، ده الشغل اللي الراجل بيعمله في مستوى تنافسي، شفناه في التشكيل المثالي لبطوله افريقيا، بنشوف النهارده بيقدم مردود زي ده في بطوله العالم في مستوى تنافسي كبير جدا، بلا شك يستحق كل الاشاده محمد عبد المنعم.